السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هنعمل مع بعض أكلة اسمها المبكبكة، بتبقى عبارة عن مكرونة بالفراخ، وهنشوف هنشوف ازاي بنعملها مع بعض. أول حاجة بنجيب 3 قطع فراخ بانيه متقطعين كده، نقطعهم حتت صغيرة، وتلت طماطمات متقطعين برضو حتت صغننة، ومعلقة صلصة عليها 3 تومات مفرومين، نص واحدة فلفل حراق، وواحدة ماجي، والتوابل شطة بابريكا، ومعلقة نص معلقة ونص معلقة كركم، ونص معلقة بهارات، ونص معلقة كمون، كركم وكمون وبهارات، ورشة جنزبيل ورشة قرفة. ممكن معلقة ملح صغننة، بس انا بحط بدلها الماجي، ولو بعد ما اخلص الاكلة لقيتها محتاجة بزود لها تاني ملح. وطبعا بصلاية مفرومة هحط عليها معلقة سمنة كده صغننة، يعني قد معلقة سفرة سمنة او زيت، سمنة بلدي، سمنة عادية، اي حاجة. وهنحمرها مع نشوحها كده مع البصل لحد ما تدبل. وأول ما تبدأ تدبل بضيف عليها الفراخ، هسيبها تاخد نص تشويحة كده. الأكلة دي هتعجبكم جدا، ولأنها بتدفي جدا في الشتاء زي العدس، وطعمها لذيذ وجميلة جدا. هنحط الفراخ، هي الفراخ دي انا كنت متبلاها، بس انتي عادي ممكن تعمليها بدون ما تتبليها. هنخليها بس يعني كأنها تتشوح كده، يعني كأنها بدأت في السوا. بعدين هضيف عليها الطماطم والتوابل كلها، وبعد كده هحط لها 3 كوبايات مية، وبعدين نسيبها تغلي شوية صغيرين. بعد كده هحط لها المكرونة، طبعا مش كيس مكرونة كامل لان دي بتبقى عبارة عن شوربة، هنحط يا دوب مثلا قد ربع الكيس كده، يعني طرف الكيس. لو احتاجت منك كوباية مية كمان عادي، يعني بتحطي مش مشكلة، حسب حاجات معينة بتبقى حسب الاحتياج. يعني هنحط بقى اللي هي معلقة الصلصة اللي عليها 2 تومتين،
ونص قرن الفلفل وهنقلبهم كويس، وبعد كده نسيبها بقى ايه لما تستوي. وكده هي استوت المبكبكة، دي أكلة ليبية جميلة جدا. هنحطها طبعا في سلطانية التقديم، أكلة مغذية ولذيذة وشهية وبألف هنا. ولو عجبتكم المكرونة ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.